بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجاهدين فيلق الرحمون، رابطين في حي جوبر الدمشقي، قطاع المناشير. قوات النظام كل يوم عم يحاولوا التسلل والضرب بقذائف الهاون طيران الميلي، والحمد لله رب العالمين نحن صامدين ورابطين في سبيل الله. وكل نهار في تسلل من عصابات الأسد الخائن من الميليشيات الشيعية. الله أكبر. كل نهار الحمد لله رب العالمين قتلوا من عندهم ودحر إلى جهنم إن شاء الله.